مرحبا بكم أعزائنا المتابعين متابعي قناة الأسرار الخفية في العلوم الصيدلية في هذا الفيديو الجديد، وكما عودناكم نهتم بالمواضيع اللي بتشغل بالكم واللي بتكون عليها أسئلة كثير واستفسارات كثير وتحتاج إلى أجوبة شافية وعلمية وواضحة وشاملة قدر الإمكان. في هذا الفيديو راح نشمل أكبر عدد ممكن من الأجوبة على أسئلتكم اللي بتخطر ببالكم بخصوص مطعوم الإنفلونزا، ونضيف إلى هذه المعلومات الشاملة أيضا بعض النكهة الصيدلانية والمتعلقة بتركيب هذا المطعوم وإمكانية الحساسية ممكن على بعض المواد وكيفية التعامل مع ذلك، وبعض الخصائص وبعض الأمور المتعلقة بأمان هذا المطعوم عموما سنجدها في هذا الفيديو. معكم الباحث الصيدلاني دكتور عبد الكريم علي لأناقشكم بهذه الأمور من وجهة نظر علمية وموضوعية ومنطقية. بسم الله نبدأ. في البداية، ما هو مطعوم الإنفلونزا؟ مطعوم الإنفلونزا هو المطعوم ببساطة اللي بنستخدمه للوقاية من فيروسات الإنفلونزا، أو معظم فيروسات الإنفلونزا، ليس كل فيروسات الإنفلونزا ولكن الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تنتشر في بيئة معينة. فعادة المطاعيم الموجودة حاليا في بلادنا، المتوفر حاليا في بلادنا أو التي قد تتوفر، بتكون تشمل معظم الفيروسات اللي بيشيع وجودها أو تواجدها في فترة الشتاء واللي ممكن تصيبنا أو نصبنا فيها سابقا. هذا المطعوم يعطينا وقاية لمدة سنة كاملة، لذلك هو حل وقائي فعال جدا للوقاية من فيروس من الإصابة بفيروس الإنفلونزا. طبعا تكمن أهمية مطعوم الإنفلونزا، هناك أهمية تاريخية لهذا المطعوم وهناك أهمية حاليا وقتية لها علاقة بالفترة الحالية، فترة جائحة كورونا. الأهمية التاريخية لهذا المطعوم كونه أن هذا الفيروس ليس بالفيروس الضعيف أو الفيروس العادي، وأنه هو فيروس له طبيعة خطيرة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ويمكن أن يؤدي إلى أعراض خطيرة أو أعراض معطلة للحياة، يمكن أن يستمر الشخص بدون عمل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل تنفسية، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أخرى قلبية مثلا. إذن فيروس الإنفلونزا أو فيروسات الإنفلونزا بشكل عام ليست بالفيروسات الضعيفة أو الفيروسات العادية، ولذلك وجود هكذا مطعوم يمكن أن يقينا من هذا الفيروس الخطير ومن تداعياته، وخصوصا على الأشخاص قليلي المناعة. الشخص اللي عنده مناعته قوية ممكن أكيد ما رح يوصل لمرحلة متطور أو شديدة من الأعراض، أو ما رح توصل على الأقل إلى الوفاة. أما إمكانية الوفاة هي إمكانية موجودة، ونسبة لا بأس بها من الوفيات ممكن أن تحصل من فيروسات الإنفلونزا، ولذلك أخذه يعتبر له أهمية تاريخية وأهمية منطقية، وخصوصا للأشخاص مثل ما حكينا اللي هم بيحتاجوا أكثر. بالنسبة للأهمية الوقتية تتعلق بأنه هذا الفيروس أو عفوا هذا اللقاح يمكن بعض الأشخاص بيحكوا أنه ممكن يقي من فيروس كورونا. طبعا هو هذا الكلام ليس دقيق علميا، إنما بتاتا لا يقي من فيروس كورونا، وإنما المعلومة الدقيقة أنه هناك بعض أو هناك حديث عن احتمالية أن الإصابة بالفيروسين مع بعض ممكن أن تؤدي إلى كارثة في جسم الإنسان، ممكن أن يؤدي إلى احتمالية الوفاة بشكل أكبر أو تزيد من شدة أعراض أحد الفيروسين. ولكن لحد الآن لا يوجد ما يثبت ذلك. هناك البعض العلماء يقول أنه إذا انصاب شخص بفيروس لا يمكن أن يصاب بفيروس آخر، إذا مثلا انصبت بفيروس كورونا هناك احتمالية ضئيلة لاحتمال لإصابتك بنفس الوقت مع فيروس الإنفلونزا، ولكن هناك اجتهادات وهناك دراسات أو أبحاث أو آراء العلماء تحكي أن هناك احتمالية الإصابة بالفيروسين سواء، أو أن إصابة بأحد الفيروسين يمكن أن يؤهب أو يسبب إصابة بفيروس آخر، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى أعراض أشد، يؤدي ذلك إلى أعراض أشد وإلى وفيات بنسبة أكبر. إذن هذا أمر آخر يجعل أهمية أكبر. لو كان هذا الموضوع محتمل وليس مبت فيه، ولكنه يضيف أهمية أخرى على استخدام لقاح الإنفلونزا.
هذه طبعا هذا ببساطة أو بالمفهوم الأهمية من أخذ هذا المطعوم. طبعا هناك أهمية أخرى وأهمية منطقية أخرى، وأن أخذ مطعوم الإنفلونزا يقينا من حدوث أكيد الأعراض، أعراض الإنفلونزا، وبالتالي يبعد الشك عن وجود فيروس كورونا، كونه هناك تشابه كبير بالأعراض ما بين فيروس كورونا وفيروسات الإنفلونزا، وبالتالي الشخص اللي بياخذ المطعوم ما بتصير عليه الأعراض اللي بتشابه فيروس كورونا، وبالتالي يبعد الشبهات، وبنصير احنا نتوجه اذا صابوا اعراض معينه الى انه ممكن احتماليه تكون اكبر باصابه بفيروس كورونا، كونه فيروس كورونا هو حاليا جائحه منتشره. اذا هاي بالمجمل الاهميه اللي تستدعينا استخدام مطعوم الانفلونزا بالفتره الحاليه. الان نتكلم عن بعض الامور الصيدلانيه تتعلق بتركيب هذا المطعوم. هذا المطعوم يحتوي على فيروسات وسلالات من الفيروسات، عادة ممكن تكون 3 سلالات بنفس المطعوم أو 4 سلالات من الفيروسات أو 4 أنواع من الفيروسات. هذه الفيروسات يتم بالعادة إكثارها وإنمائها على البيض، يعني طريقة التصنيع أنه بتنمى على بيض الدجاج ومن ثم يتم قتلها، وهذا شيء مهم جدا لازم نحطه ببالنا، يتم قتل هذه وتعطيلها نهائيا، تعطيل فعاليتها نهائيا، تعطيل فعالية هذه الفيروسات، وبالتالي هذا يجعلنا نشعر بالأمان، أمان كبير جدا عند أخذها، وهذا يبعد المخاوف اللي إحنا بتنتابنا إنه بنأخذ هذا المطعوم. كثير أشخاص سابقا كنا نعاني مشكلة إنه كثير ناس ما بتحب تأخذ هذا المطعوم بسبب خوفها إنه يصيبها الفيروس، ولكن عمليا منطقيا وعلميا هذا الكلام كلام غير صحيح، ومطعوم الإنفلونزا لا يحتوي على فيروسات حية، إنما فيروسات معطلة أو فيروسات ميتة. طبعا بعد عملية القتل اللي بتم، يتم حفظ هذه الفيروسات بالفورم الدهيد، وأيضا يتم إضافة المواد الحافظة مثل الجنتامايسين أو النيومايسين، وإضافة أيضا مواد حافظة أخرى مثل التيومرسال أو تيمورسال اللي بتكون بتساعد على حفظها من تكاثر البكتيريا اللي ممكن تتواجد في هذا، أو الوقاية من تواجد البكتيريا. وبالتالي هذه هي التركيبة الكاملة لمطعوم الإنفلونزا، وهي تركيبة إلى حد ما آمنة جدا. يمكن إعطاء مطعوم الإنفلونزا من عمر 6 أشهر وما فوق، يمكن إعطاؤه للحوامل، يمكن إعطاؤه لمرضى القلب، يمكن إعطاؤه لكافة الفئات العمرية. طبعا من الاشخاص اللي بيحتاجوا اكثر هم الاشخاص اللي بيكونوا بالاعمار الكبيره، او الاشخاص اللي بيكونوا قليلي المناعه، او الحوامل. اذا يجب ان ناخذ بعين الاعتبار انه هي منتج او مستحضر امن جدا، لكن هناك بعض الحساسيه اللي ممكن تحصل، او بعض الاشخاص اللي ممكن يتجنبوا، مش يعني ممكن يتجنبوا، وانا صراحه ما لست مع تجنبه كاملا حتى للاشخاص هذول، الاشخاص اللي عندهم حساسيه على البيض، لانه هذا المطعوم يحتوي على بقايا من بروتين البيض، وبالتالي يمكن ان يسبب الحساسيه للاشخاص اللي بيتحسسوا على البيض، ولا والبعض يوصي بعدم اخذه، بعدم هذول الاشخاص انه ما ياخذوا هذا المطعوم، لكن البعض الاخر لهم اراء خاصه انه لا يمكن اخذ هذا المطعوم حتى للاشخاص اللي بيتحسسوا على منتجات البيض او على بروتين البيض، ولكن تحت اجراءات خاصه اجراءات وقائيه بتكون عند الشخص مختص ويملك كافه الاحتياطات اللي ممكن هي بتكون احتياطات للحساسيه اللي ممكن تحصل من البيض. اذا هي مستوى امان عالي جدا، فعمر من عمر 6 شهور لعمر 3 سنوات ممكن احنا نعطيهم نص الجرعه اللي بتكون موجوده في المطعوم. من عمر 3 سنوات وما فوق نعطيهم جرعه كامله، جرعه المطعوم الابره كامله. يعطى طبعا حقن عضلي، ولكن طبعا المفضل هو حقنه في منطقه الذراع، في منطقه الذراع. ممكن طبعا اذا اضطرينا ممكن نعطيه كمان في منطقه الاليه، المنطقه المعتاده، ولكن يفضل عاده اخذ المطاعيم ويعتاد اخذها في منطقه الذراع.
إذا هاي الأمور، هذا بخصوص الحقن وبخصوص الجرعات. وطبعا في بس بخصوص الجرعات أيضا بخصوص الأطفال اللي بيكون عمرهم من تقريب من 6 أشهر لعمر طبعا لعمر 9 سنين، بهذا العمر بيكون مفضل انه نعطيهم جرعه اضافيه، لانه هذول الاشخاص طبعا يحتاجوا الى لحتى نكون عندهم مناعه بيحتاج الى جرعه اضافيه. هاي الجرعه الاضافيه تعطى على الاقل بعد شهر من اخذ الجرعه السابقه، خصوصا اذا هم ما اخذوا سابقا المطعوم. اذا الاشخاص او الاطفال اللي بيكون من عمر 6 اشهر لعمر 9 سنوات، هذول الاشخاص بنفضل انه نعطيهم جرعة إضافية بعد شهر من الجرعة الأساسية لحتى نعطيهم مناعة أكبر، خصوصا طبعا الأطفال اللي ما أخذوا جرعة سابقة من المطعوم. إذا ما أخذوا جرعة سابقة يعني سنة ماضية، يعني من السنوات الماضية ما أخذوا المطعوم، إذا أخذوه لأول مرة نفضل أن نعطيهم جرعة إضافية بعد شهر من الجرعة الأولية. ولكن الأشخاص اللي فوق 9 سنوات عادة بنفضل انه نعطيهم جرعة واحدة. وبالنسبة للوقاية، مدة الوقاية اللي بيعطيها هذا المطعوم بتكون سنة كاملة. إذا هذا بالنسبة، طبعا بالنسبة لست أشهر لثلاث سنوات بنفضل كمان انه كونه الحساسية على البيض ممكن ما بتكون مبينة كثير، بنفضل كمان انه يتم إعطاء المطعوم بإجراءات خاصة وإجراءات احتياطية خاصة تسبب تحسبا لحدوث الحساسية التي يمكن أن تحصل. فقط هذه الأمور البسيطة، ولكن بالمجمل هي المطعوم يعتبر آمن نسبيا، وآمن طبعا بشدة. حتى الحوامل احنا بننصح انه نعطيهم هذا المطعوم بدون اي مشكلة. طبعا الاشخاص مثل ما حكينا، في حال طبعا معلومة بس، بالوضع الراهن حاليا هناك منافسة كثيرة بين الدول حول اخذ الكميات المستحقة او الكميات من المطاعيم، وللأسف هناك نقص في وجود هذه المطاعيم في العالم بسبب الطلب الكبير عليه، لأنه صار في وعي مثل ما حكينا، وصار في عندنا اتجاه كبير لأخذ هذا المطعوم خصوصا مع انتشار فيروس كورونا. فبالتالي صار في طلب كبير وصار في منافسة بين الدول، فصارت حصص الدول بشكل عام قليلة لا توفر لكافة كافة سكان البلد. ولذلك يفضل انه يؤخذ يعطى او تعطى الأولوية للأشخاص الأكثر حاجة له، هم الأشخاص اللي بيكونوا فوق 60 سنة، الكبار بالعمر، او الأشخاص اللي بيكونوا يعني عرضة، او يعني بيكون عندهم أمراض مناعية او بيكون قليلي المناعة. هذا بالمجمل حديثنا عن مطعوم الإنفلونزا من حيث الجرعات، من حيث الأمان، ومن حيث أيضا من حيث توفره. إذا بس المعلومة الجديدة عنا هي أنه مش كل الناس هلا حاليا تروح تاخذ المطعوم، نحاول قدر الامكان نعطي الاولويه للاشخاص اللي هم بحاجه اكثر، اشخاص الابائنا امهاتنا اللي بيكون عمر اعمارهم كبيره. كما بتعرفوا مع انتشار فيروس كورونا شفتوا قديش انه هم الاشخاص اللي بيكونوا اعمارهم كبيره هم الاشخاص الاكثر اللي بيكونوا نسبه الوفيات بينهم اكبر ما يكون، والاشخاص اللي بيكون قليلين المناعه كمان تعطى لهم الاولويه. طبعا مع اخذ الاحتياطات الوقائيه الطبيعيه طبعا المنطقيه اللي احنا بنستخدمها عاده ضد كل انواع الفيروسات، الاحتياطات الوقائيه من لبس الكمامه ولبس وايضا تغسيل الايدين، وهذه الاحتياطات والتباعد الاجتماعي من الامور الاساسيه اللي هي تقينا من كل انواع الفيروسات، وهي صراحه يمكن ان تعتبر اهم من استخدام المطعوم نفسه. هذا الوعي وهذه الثقافه هي اهم شيء، اهم سلاح ضد هذا الفيروس او فيروس الانفلونزا وحتى فيروس كورونا او الفيروسات الاخرى. ان شاء الله يكون اجابتكم على معظم الاسئله اللي يعني بتكون ببالكم. لكن بس في بس ملحوظه، الحساسيه ممكن لا تحصل فقط على البيض، هناك بعض الاشخاص اللي بيكونوا عندهم حساسيه على المواد الموجوده فيه، وذكرنا هذه المواد وهي الجنتامايسين او النيومايسين. هاي المواد اذا كان عندك حساسيه على نوع من المضادات الحيويه من هاي الزمرة اللي بيكون أمينوكليكوزايد،
اللي تحت الجنتامايسين او نيومايسين او اي منتج من مطعوم من مطعوم من من مكونات مطعوم الانفلونزا، كمان تخبر الشخص اللي راح يعطيك الابره بوجود هذه الحساسيه، رغم انه هاي الحساسيه بتكون نادره جدا، ولكن الحساسيه الاكثر اشاعه او اكثر شيوعا هي موضوع الحساسيه على البيض. مثل ما حكينا عاده هاي حتى لو بوجود هذه الحساسيه ننصح باخذه ولكن تحت اجراءات خاصه، والبعض طبعا لا ينصح باخذه، ولكن انا مع اخذه للاشخاص اللي بيحتاجوا والاشخاص العرضه للتعرض اكثر، لكن ضمن احتياطات خاصه واجراءات خاصه تجنبا او خلينا تجنبا لمضاعفات الحساسيه الشديده. تمام، ان شاء الله تكون او اجملت يعني معظم الاسئله اللي ببالكم عن مطعوم الانفلونزا. بس كمان اخر شيء بنحكي عن مطعوم نوعين من المطاعيم، هو مطعوم الانفلونزا الثلاثي ومطعوم الانفلونزا الرباعي. الثلاثي هو اللي بيغطي ثلاث انواع من مطاعيم من فيروسات الانفلونزا، والرباعي هو بيغطي اربع انواع. اذا اكيد مطعوم الرباعي هو اشمل من ولكن اذا توفر المطعوم الثلاثي احنا ننصحكم باخذه حسب المطعوم اللي بيتوفر نحاول نعطيه، لانه المطعوم الثلاثي جيد جدا في الحمايه بتجربه من خلال تجربه كثير من الناس، اعطاهم حمايه لمده سنه كامله من عديد من الفيروسات، انه ناخذ المطعوم احسن ما انه ناخذه خالص. اعطيكم الف عافيه وان شاء الله تكون ايامكم كلها صحه وعافية، بعيدا عن كل مرض، بعيدا عن كل فيروسات، ونلتقيكم إن شاء الله بفيديو آخر. وإذا عندكم أي أسئلة ممكن تحطوها في التعليقات أو تتواصلوا معنا على روابط صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. يعطيكم العافية، ونلتقيكم إن شاء الله بفيديو آخر. سلام الله عليكم.